كلمتك اهدي خالص. كتبه قبل ما نار. اهدي اهدي احكي لي ايه اللي حصل. يلا بينا يا رجاله، العيال خسرها عند زراعه ابو الليل. تضربك نلحقها. الله يخرب بيتك يا ابويا، المخدرات اللي تضربها 60 داهيه. ايه يا سلام؟ ارض ايه؟ ارض ابو الليل؟ طيب 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 يلا سلام. ترضى حد يعمل فوقتك انت ولا هو كده؟ يا عم ربنا احنا كنا مروحينها. ربنا قال لي اروحها. والله انا كنت سايق. انا ما اعرفهمش، انا اول مره اشوفهم. تعالى. لسه هنرغي. استنى على الشعب الله. استنى. استنى. استنى عندك. العيب مش عليهم. العيب على ابويا الحاج درهم. هو اللي سقاهم السم الهري ده. بس ده بقى منعش لينا نقوم بالواجب معاهم. احنا كنا هنقوم الواجب وانتوا عطلتونا. يلا. طب يلا بينا. تعالى. اهل البلد. أيوة. خلاص مفيش بعد العرض سكات يا طل شبوره. الدهايشة لازم يطلبوا. أيوة. لازم يدفعوا الثمن. ايوه كلنا عارفين فين مستودع المخدرات بتاعه. ايوه كلنا عارفين وساكتين. أيوة. واحنا ساكتين ليه يا طل شبوره؟ ساكتين ليه وحاطين راسنا في الرمل؟ انتوا مش حاطين راسكم في الرمل وبس، انتوا حاطين راسكم في الطين. يلا يا رجالة يلا يلا. كلكم كنتوا عارفين ان الدهايشة عاملين في البلد بين الزراعات والجناين ورا الصحراء مخزن مخدرات. لا بلغتم البوليس ولا استنجدتم بالحكومة، خبيتوا عليا. كانوا خايفين. خايفين ومش خايفين على عيالهم؟ القهرة يا عمدة، القهرة بتبلع الناس لسانها وبتشل الكلمة في الحلم. صح صح يا مسعود، بس خلاص تل شبورة فاقت وقامت وهو ده لازم نفكر فيه دلوقتي. انا عارف انك زعلانة، ما ينفعش نقابل غلط بغلط، بس هم قاموا. بابي روح قلبي. بابي ايه بتفكر في ايه بدري كده؟ عندي مهمة عظيمة لإنقاذ العالم. إنقاذ العالم يا بابي؟ لا دي صعبة قوي. الأصعب بقى حبيبتي إنه العالم بتاعنا إحنا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيادة المستشار جمال صباح. على إذنك لو سمحت. حاضر يا سيادة الأمير. على إذنك. حاضر حاضر حاضر. يا حسام ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. مخدرات حرام، المخدرات دي بتأذي النفس، أمال إيه؟ وبعدين أنا المخزن دي ما أعرفش كان بيباع فيه المخدرات دي إزاي ولا عندي فكرة عنه. بس البلد كلها بتقول إن المستودع ده ملكك والمخدرات اللي إحنا مسكناها جواها بتاعتك. البلد واخدة مني موقف. أيوه عشان يعني حكاية ابني والبنت المذبوحة، عشان كده بيتلككولي. قصدك البنت اللي ابنك قتلها بدم بارد؟ الله أعلم الله أعلم، كله عند ربنا. هم المستودع ده بتاع مين يا دربان؟ يعني أصلا عندي عيال كتيرة لما أقول يعني ما أنت عارف أنا ضد تنظيم الأسرة وانظر حولك، عشان كده عندي 20 عيل. ما أعرفش مين فيهم اللي هب بالحاجة دي وجابها من عيالي. يعني أكيد عيل من العيال هو اللي حط الحاجة دي أو اتحطت من وراه. دياب؟ لا دياب ده أهبل، دياب ده طول الليل والنهار عمال يلعب طاولة بس ويتغلب بالمشاريب. أيوه الواد رضا ابني، بس تلاقيه ما كانش يعرف إيه الممنوعات اللي بتتعمل في المعمل والمخزن من وراه. يلا ربنا يسامحه ويسامحني. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش فاهم أنا الناس دي اللي بتضر الناس. سطر. طيب يا درغام هنشوف. رضا أحسن باشا. رضا؟ رضا صاحب المستودع؟ العاد باسمه، ما كنتش بشوف غيره، هو اللي بيشغلني وهو برضه اللي بيقبضني، ولكن لو على الشغل كله أحسن باشا كان حاجة كده على مواسم، يعني نزوم الكيف وصحابه، وهو برضه كان ينوبني من الهبر ده كلها جاني. طبختوها؟ رضا يا حول الله، ولا كان باين عليه كده يا رضا؟ بقى أبوك ما لحقش يخلص من مصيبة أخوك، يخش في مصيبتك أنت؟ الأبناء يزرعون والأباء يحصدون. بس المثل العكس يا دياب. ما هو الدنيا تشقلب حالها أحسن بيه. فعلا الدنيا تقلب حالها. أمال فين عبيدة يا أست الشلباي؟ وبتسأل على عبيدة ليه؟ صغير إياك ومش قادر تحفر لوحدك. تؤمري أفحت واردم وأفتح وأقفل، أنا خدامك يا أست الشلباي. طب انبش انبش.